باتل بولز أكثر من مجرد لعبة، فهي تجمع بين آلية ألعاب النخل الشائعة ووضع القتال أيضا، وفي نفس الوقت تعطي فرصة لتحقيق الربح في عملة مشفرة حقيقية. كيف؟ سنتحدث عن هذا في هذا الفيديو. في باتل بولز أهم عنصر هو التوازن، وهو الدخل في الساعة. خلال عملية إيردروب يمكن تحويل الرصيد هذا تحديدا إلى بول سبليت، التوكن الذي يعد مفتاحكم لتحقيق الربح. حيازة بول سبليت تمكنكم من بيعه في البورصة أو استخدامه لزيادة الأرباح باستخدام تقنية السبليتنج التقسيم. الطريقة الأولى تناسب لمن يريد الاستفادة بسرعة، والثانية تعد حلا مثاليا لمن ينوي زيادة أرباحه على المدى الطويل. كما ترون كل شيء سهل وسلس. اقتناء بول سبليت يمكنكم من الانضمام إلى تجمع الألعاب الذي يصدر مكافآت لأعضائه يوميا. لبدء تحصيل هذه المكافآت ما عليكم سوى تجميد بول سبليت، وبعد ذلك يكون في وسعكم تحصيل المكافآت اليومية من التجمع. تسري العملية لتلقي المكافآت طالما تكون سكنات بول سبليت قيد التجميد. إذن نكمل بعدها. يمكن بيع العملات المشفرة المتحصلة عليها كمكافأة من تجمع الألعاب في البورصة فور تحصيلها من خلال تثبيت الربح أو تلميعها في الرصيد. تدعى طريقة تلقي المكافآت بالعملات المشفرة التي ذكرناها بالتقسيم. إنها عبارة عن تقنية مبتكرة تمكن حتى عشاق العملات المشفرة المبتدئين من تحصيل المكافآت بالعملات المشفرة. والقيام بذلك كل ما تحتاجه هو الهاتف الذكي. يحظى لاعبو باتل بولز بفرصة رائعة للمشاركة في تجمع الألعاب، الاستفادة من خدمة التقسيم من دون أي مقابل، وزيادة الدخل في الساعة. فالإيردروب يكون متاحا من الرصيد هذا تحديدا. إذا لستم من لاعبي باتل بولز لا تترددوا في الانضمام. شغلوا اللعبة، قوموا بترقية الثور، وزيدوا دخلكم في الساعة لتحصلوا على أكبر قدر ممكن من توكنات بول سبليت خلال عملية الإيردروب. شكرا لاهتمامكم.